لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من الملعب البلدي مدينة برشيد من أجل متابعة المقابلة التي ستجمع بين يوسفية برشيد والكوكب المراكشي دور سدوس عشر نهائي كأس العرش. مقابلة تستأثر بالمتابعة من جانب عشاق الطرفين معا في انتظار ما سيقدم في هذه المقابلة التي يدخل الفريقان معا من أجل البحث عن ورقة التأهل لدور الثمن النهائي. إذن هكذا الأجواء، هكذا الصورة في سواء في مدرج ستة ألقاب في خزينة الفريق المراكشي، يريد أن يسترجع بعضا من تلك الذكريات الجميلة. وضعية جد معقدة، تلعب العرضية، فرصة، أوه. الحكم يعلن عن مخالفة لفائدة فريق الكوكب المراكشي، يريد أن يدخل سريعا الفريق الحريسي في أجواء مقابلة بهدف مبكر من الوسط من عبد اللطيف بن الدحسن من الكابيتانو. كرة طويلة، استلام الكرة لكن أمين مغروب كان في وضعية تسلل. صنع الحدث بإبداعات جميلة، هذه كرة ملعوبة بينية بعيدة عن الكرة وغشميل البحث عن العرضية، فرصة فرصة تكتسي طبعا أمس الفريق المواصل لعب لسلفية الخطورة، التوغل البحث عن التسديد، عرضية زاحفة ومتابعة من جانب صلاح الدين شهاب. إذن أخطر فرصة وأبرزها في حدود دقة 13 ليليا، الكرات العلوية محاولة استغلال التسديدة وبين يدي الحارس حمزة حيمودي. إذن كريم الهاشمي أراد أن يكون كريما من خلال هذه التسديدة من بعيد، لكن حمزة حيمودي المتابع سيبحث عن العرضية. كرة حريسية، فرصة مرت محادية، من حسين بشبر حسين يتقدم من حسين العرضية، جميلة من حسين فتجا يونس رشيد، لكن يغطي رضا ايت بوغيما. ايمن مغروب مشنسل، فرصة كان متسرعا ايمن مغروب، كان في هذه المقابلة مباراة المتناقضات. كرة طويلة بينية طالت تعال محمد بن حسين، عبر القيمة الثاني طالت الكرة تغادر، إذن الكرة تغادر لركلة مرمى لفائدة يريد أن يصل للشباك ولا أن يترك الفرصة للكوكب. محاولة خطيرة ومطالبة بركلة جزاء، لكن الحكم يقول بأنه ليس هناك ركلة جزاء. تلعب مراكشية البعث عن الراسية، إشارة بمخالفة لفائدة، تقدم أنس العرضية من الداوي ومطالبة بخطأ ثم مطالبة بركلة جزاء، الحكم يقول لهم ليس هناك ركلة جزاء. يعني كانت هجمة لفريق الكوكب المراكشي مع احتجاجات من جانب عناصر حمراء. إذن بطاقة حمراء نجم الدين إبراهيم، بطاقة حمراء لنجم الدين إبراهيم. تنفيذ الكرة تسدد، ترتد الكرة الأولى والثانية بعيدة الثانية من حمزة رفيع، بعيدة الثانية من جانب حمزة رفيع. إذن تغادر من هشام، كرة طويلة بينية، تحضير بالراس، الدخل أظن المادي مصياب الثالثة من الوقت محدد بالضع، فرصة يدخل من رضا أيت بوغيما، يبقى واحدا من الأسماء القليلة التي تبقت. تلعب تسدد، مرت محادية أيضا، تضيع الكرة على عصام اللي بودي الكوكب، فرصة برير من شارب الخلفي، من شديد الخلفي، الخلفي وصلاح الدين شهاب في المتابعة، إيصال الكرة عبر الناشية اليمنى، كرة خطيرة، جول بلمسة البديل فتاح أحمد، هو من بعد